دلوقتي فاضل حوالي 10 أيام على الظهور الأول لفرقة بيبي من ستار، ولكن وكالة YG نشرت بيان مفاجئ صدم كل المعجبين، وهو أن العضو أيون تركت الفرقة لأسباب شخصية. وأكدت وكالة YG على أن ظهور بيبي من ستار لأول مرة هيكون من 6 عضوات فقط. وبعد فترة مش طويلة من بيان وكالة YG، صرح موقع نيفر الكوري أن في احتمال كبير لعودة أيون في المستقبل مع بيبي من ستار. وطبعا كل التصريحات دي كانت صدمة كبيرة للمعجبين، وتحديدا لأن قبل يوم واحد بس كانت أيون في مبنى وكالة YG. ولأن أيون تعتبر الورقة الرابحة في بيبي من ستار، فأكيد وكالة YG هتواجه مشاكل كبيرة جدا من بعد القرار ده. وفي أخبار تانية، جيسو ترشحت بفئة المطربة الأكثر شعبية في حفل توزيع جوائز الفنانين الآسيويين، ومن المفروض انتهى التصويت يوم 30 نوفمبر، ولحد دلوقتي بتحتل جيسو المرتبة التانية، فبلينك كملوا في التصويت وما تبطلوش. ومش كده بس، ده كمان جيسو رجعت بشكل كبير جدا في تصويت حفل الماما، وحتى ما وصلتش للمراكز العشرة الأولى. عشان كده عمل محب جيسو حدث تصويت جماعي الساعة 12 الظهر بتوقيت كوريا. اما بقى بالنسبه للاخبار المبهجه شويه، فدلوقتي ليسا انضمت لباد باني وبوست ميلون وبيلي ايليش كواحده من الفنانين المنفردين اللي قدرت توصل لواحد مليار ستريم على سبوتيفاي باغنيه ماني. واخيرا ليسا حصلت على درع المليار كاول فنانه كي بوب منفرده تحقق الانجاز ده. ومش كده بس، كمان الممثل التايلاندي الشهير وين ميتاوين عبر عن رغبته الشديده في العمل مع جيني من بلاك بينك. ولمعلوماتك، وين ميتاوين واحد من أكبر فان بوي بلاك بينك، وخصوصا جيني، لأنه عبر عن أن واحد من أحلامه يأتي رأس أغنية يو أن مي مع جيني على المسرح. ده كمان حضر حفل بلاك بينك الأخير في تايلاند، وغالبا كان بيشارك وين في تحديات رأس بلاك بينك. اكتب لي في التعليقات رأيك انت في أخبار اليوم، وما تنساش الاشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد عن بلاك بينك.